قد لا يدرك الكثير أهمية الرياضة في حياة الطلاب، لا سيما في المراحل العمرية الدراسية الأولى. يتم بالرياضة المحافظة على سلامة العظام والعضلات والمفاصل، مما يساعد على السيطرة على وزن الجسم والتخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلى سلامة العقل والتفكير السليم الذي ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطالب. ولكن ماذا عن ممارسة الرياضة في شهر رمضان؟ في الحقيقة تعد ممارسة الرياضة عادة صحية مفيدة لجسم الصائم، وهناك كثير من الناس يظنون أن عليهم التوقف عن ممارستها مع حلول هذا الشهر الفضيل، وهذا يعد خطأ كبيرا. ولكن يجب الابتعاد عن الرياضات العنيفة ذات المجهود البدني العالي، ويفضل اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة، وهو قبل موعد الإفطار بساعة تقريبا، ليتم تعويض ما فقده الجسم من السوائل والأملاح المعدنية بأسرع وقت ممكن. على أن تكون الرياضات بنوعية خفيفة ولا تتطلب جهدا كبيرا، فالرياضة قبل الإفطار تعمل على تخليص الجسم من السموم وتنشط الدورة الدموية، ما يجعل الطالب يشعر بالراحة والاسترخاء. أما الرياضة بعد الإفطار فتعمل على هضم الطعام وتعيد الطاقة إلى أعضاء الجسم وتسرع عمليات الحرق. ويجب ألا تزيد المدة الزمنية لممارسة الرياضة في رمضان على 60 دقيقة. ولمعلومات أكثر تابعونا. أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا اليوم. اليوم بفقرة التغذية حابة أحكي عن موضوع الرياضة بالنسبة للطلاب، سواء كانوا الذكور أو سواء كانوا الإناث. بدنا نبلش أول شيء نحكي إنه شو فائدة الرياضة للطلاب. أول شغلة، أول فائدة بدنا نقولها إنه هي الرياضة تنشط الدورة الدموية، يعني تنشط الدورة الدموية بشكل عام للجسم. لما تتنشط الدورة الدموية بيزيد ضخ الدم، بيطلع ضخ الدم الزايد على الدماغ. هذا الموضوع بيعطينا زيادة بالتركيز، بيعطينا زيادة بالحفظ، مثل هيك بيعمل ريفريش للدماغ، وبالتالي بيزيد القدرة على الحفظ، بيزيد القدرة على التركيز أكثر. كمان وقت الرياضة أو الحركة كمان بتساعد الطلاب اللي في عندهم إمساك، يعني الطالب اللي بيكون في عنده إمساك نحن بالإضافة لأنه منظبط له ومنقول له هو كيف لازم يأكل وشو لازم يزيد بيأكله، بيعمل كمان الحركة، بتسهل حركة الأمعاء، وبالتالي بصير خروجه مايل أكثر للسهولة عن أنه يكون في إمساك عنده. النقطة الثالثة اللي بدي أحكي عليها إنه هي النقطة الثانية إنه هي بتساعد على النمو السليم للجسم. يعني في أنواع معينة من الرياضة تساعد على الطول مثلا، تساعد على زيادة الكتلة العضلية. أحيانا في أطفال صغار عمر 3 إلى 4 أو 5 سنين بتكون كتلتهم العضلية صغيرة، فنحن بنقلهم إنه إذا ما في عنده طبعا أي مشاكل صحية تانية إنه هن يعملوا رياضة. مثلا ممكن ينزلوا يسبحوا، يروحوا يركضوا، يلعبوا طابة، يلعبوا فوتبول، يلعبوا باسكتبول، يعملوا تمارين اللي هن بيحبوها. ممكن مثلا باليه للبنات، ممكن جمباز، ممكن اي تمارين او اي رياضه الطفل بيكون وقتها بيحبها. هي بتساعده على النمو السليم وبيساعده على انه يطور جسمه بالطريق الصح. في رياضات مثلا ممكن تتعرض الكتاف، هي مثلا مثل السباحه. ممكن في رياضات بتزيد الطول لانه مثل الباسكتبول وقت اللي بده ينط مشان يحط الطابه، فهون عم بيزيد الطول عنده، عم بشد جسمه. في مثلا مثل كره القدم، هي بيرغبوها الصبيان. في مثل ممكن رقص شرقي للبنات، ممكن الباليه، ممكن الجمباز للطرفين. يعني على حسب بالنهايه كل طالب وشو بيحب انه هو يلعب. بس يعني بنهار الدراسة أنا بستبعد أنه ممكن الطالب هو يلعب هي الرياضات، فأنا بكتفي أني بنصحه مثلا هو ممكن يمشي، إذا عنده جهاز مشي بالبيت ممكن يكون 10 دقائق إلى ربع ساعة، بنشط حاله، بيغير جو، بتتحسن نفسيته، بنشط الدورة الدموية عنده مثل ما حكينا من شوي. ممكن مثلا ينزل يمشي حوالين بيته كمان بنفس القدر 10 إلى 15 دقيقة،
كمان هذا الشيء بيساعده. ممكن مثلا على اليوتيوب صار كتير في تمارين الرياضة موجودة، ممكن يحط هو شو بحب انه يلعب، بطلع له التمارين بيقعد هو بالبيت وبيقلدهم وبيعمل مثلهم، وبالتالي بيكون استفاد من دون ما يضيع وقت بالطلعة وبالرجعة على البيت. واهم شيء كمان انه بيكون قدر انه هو يستفيد، قدر انه هو يجدد نفسيته. الرياضة كمان مو بس مشان الوضع الجسدي للشخص او للطالب، الرياضة كمان بتحسن النفسية، مثل واحد هيك بيحرق الطاقة السلبية اللي عنده يعني بتطلع بالرياضة، ممكن تعطيه كمان ثقة بالنفس، ممكن إذا عم يتدرب أو المدرب أو اللي عم يلعب الرياضة قدامه ممكن يدعمه نفسيا، وبالتالي بتحسن ثقته بنفسه، وبالتالي بحس حاله أنه هو هيك سعيد أكثر، وبالتالي هو عنده قدرة على العطاء وعنده قدرة على الدراسة بطريقة أكبر. إمتى بتكون الرياضة مناسبة أو إمتى أفضل وقت الطالب هو يلعب فيه رياضة؟ هلأ ما في وقت معين، بس هو بشكل عام يفضل أنه يكون صباحا، لأنه لسه بيكون الجسم ما أرهق، ما استهلك المخزون اللي عنده، بس هذا ما له شيء واجب يعني. طبعا كل حدا يعني كل طالب وقدرته ووقته واستطاعته، بس أهم شيء أنه لازم يكون قبل ما هو يروح بده يلعب، إذا كان فطران بالأحوال العادية لازم يكون هو أكل قبله وجبة خفيفة، مثلا يشرب كاسة حليب أو يشرب كاسة لبن، بيأكل معه حبة فواكه مثلا مثل موزة، ممكن يأكل 3 تمرات، ممكن يأكل فواكه مجففة 3 حبات أو حبتين من أي نوع فواكه مجففة، ممكن يأخذ شوفان، الشوفان ممكن يحطه بكاسة الحليب أو اللبن ممكن يأخذهم، ممكن يأخذ الجوز، ممكن يأخذ اللوز اللي ما له مقشر، ممكن يأخذ الزبيب، هي كلها أطعمة ممكن أنه هي تعطيه طاقة وتخليه قادر على أنه هو يقضي هالعشر إلى 15 دقيقة بطريقة منيحة من دون ما هو يخسر شيء من حاجته الجسدية. أما في حال هو كان صايم فنحن طبعا أكيد ما رح يقدر يأكل، نكتفي بال10 دقائق أو ربع ساعة بس مشان ينشط جسمه، مشان ينشط حاله. إذا ما كان عنده دوام الصبح ممكن هو يعملهم الصبح، أو ممكن يأخرهم للمساء إذا كان هو قدران، بشكل أنه هو ما يأذي حاله. في نقطة حابة أحكي عنها، أنه في كتير طلاب بيعانوا أثناء فترة الدراسة من وجع الظهر، أو مثلا من وجع الكتاف، من وجع الرقبة، ممكن يعانوا كمان من وجع الرجلين. بالنسبة لوجع الظهر وألام الكتاف والرقبة، نحن ممكن نقول لهم أنه هي بتكون بسبب أنه هن قاعدين قاعدة طويلة، يعني القاعدة لفترات طويلة ومستمرة ممكن تأذي هاي العضلات. الحل بهيك حالة أنه هو ممكن يستلقي على الأرض، طبعا تكون أرض قاسية يعني على الأرض على سجادة أو على شيء، ويرفع رجليه لفوق هيك على شيء عالي، يحط ركبه ورجليه عليهم ويفرد ايديه على جنب. بهيك حال هو عم بيمدد العضلات المتشنجة او عم بيمدد العضلات اللي لازمها اللي لازم ترتخى شوي مشان تريحه هو قاعد. كمان في تمارين هو لازم يعملها، ممكن مثلا يستشير اخصائي فيزيائي انه هو شو لازم التمارين اللي لازم يعملها، بحيث انه هو مثلا ممكن نعطيه تمارين معينة تفكفك هاي العضلات، أو إذا صار في تراسل شوي بالفقرات ممكن كمان إنه يمدد هاي الفقرات لحتى يتخلص من هاي الآلام اللي هو عم بيحس فيها. أما بالنسبة لموضوع الإمساك، نحن بدنا نقوله إنه أنت وقت بيصير في عندك إمساك نتيجة القعدة أو قلة الحركة، أول شيء لازم تكون أنت مزبط الأكل عندك أو عندك، مثلا نتناول الألياف سواء بالخبز الأسمر، سواء بالخضار، سواء بالشوفان، سواء الخضروات والفواكه اللي تحتوي على ألياف، إذا هو أكلها ممكن هي تساعده على عملية التخلص من عملية الإمساك. كمان هو ممكن يعمل تمارين الرياضة، ممكن يمشي، ممكن يركض إذا كان قاعد بالبيت، ممكن يستلقي على ظهره وينزل ويطالع رجليه لفوق ولتحت، هذا الشيء كمان بيساعده على أنه هو بيحرك الجزء السفلي من البطن، وبالتالي بتتحرك الأمعاء، وبالتالي بيساعده هذا على موضوع الخروج السهل والتخلص من موضوع الإمساك. في فكرة تانية ممكن الطلاب يعملوها اللي بيقعدوا أعداد طويلة، إنه مثلاً كل ساعة يقوموا يمشولهم شوي أو يعملوا حركات التمطيط، يمدوا إيديهم لفوق، يمدوا رجليهم لتحت، مثل الواحد عم يتمطمط يعني عم بيريح شوي عضلاته من التشنج اللي هي قاعدة فيها. بهي الطريقة كمان ممكن ينشط حاله وينشط الدورة الدموية اللي بتكون راكدة عنده نتيجة القعدة. هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، بتمنى تكون استفدتوا معنا، ونشوفكم على خير إن شاء الله بكرة، وأهلا وسهلا فيكم.